لسه كنت بقول لحضراتكم قد ايه ببقى ممتنه جدا جدا وسعيده بضيوفنا اللي بيجوا لنا من كل مكان في مصر. ضيفي جاي لنا من الوادي الجديد، بيقول لي مشوار اكتر من 600 كيلو، فطبعا على راسي كل اهل الوادي الجديد. وضيفي هيتكلم معانا على الزراعه في الوادي الجديد، وطبعا على كمان الانتاج الحيواني، لانه احنا عندنا مساحات كبيره وشاسعه في الوادي الجديد اللي فعلا ممكن نستفيد منها. تعالوا بسرعه نرحب بضيفي اللي جاي لنا المشوار ده كله ومنورنا، وهو الحاج عبد الرحيم احمد، رئيس الجمعيه المركزيه الزراعيه بالوادي الجديد. اهلا بك يا حاج عبد الرحيم، منورتني. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، سواء انت طيب وكل اهل الوادي الجديد بخير، وانتم ناس جدعه وجميله وانا بحبكم. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك، نورتنا. الله يبارك فيك. وخليني بقى ابتدي معاك، ايه اللي بيميز منطقه الوادي الجديد وايه اهم المحاصيل اللي بتزرعوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الوادي الجديد زي ما قلت لحضرتك إنها بتمثل 45% من مساحة مصر. مكان بسم الله ما شاء الله، يعني الدولة دلوقتي ابتدت تتوجه للوادي الجديد والمحافظات اللي هي في الصحراء الغربية، خصوصا الوادي الجديد. تتميز الوادي الجديد في زراعتها خصوصا في المحاصيل اللي هي الاستراتيجية اللي هي بتمثل عنصر اقتصادي وغذائي للبلد، فيها جودة عالية. بس المساحات، في مساحات قديمة وفي مساحات مستصلحة حديثا. المساحات القديمة يعني الفلاح عايز دعم انه يحدث الزراعة بتاعته، انه عايز يبقى فيه تطوير في زراعته بالنسبة للري، بالنسبة للتجاوي، بالنسبة للأسمدة وكذا. الزراعات الاستثمارية دي رأس مال جامد ورأس مال قوي، بس برضو عايزة الدولة هناك تزودين مراكز البحوث المتخصصة عشان ما يبقاش فيه شغل عشوائي سواء من الأراضي القديمة أو الأراضي الجديدة. صحيح. احنا بنتكلم بقى على المحاصيل الاستراتيجية، ويمكن على رأسها القمح. تمام. السنابل الذهبية الجميلة اللي تمام. بنتمنى أنها نحقق طبعا اننا نحقق فيها الاكتفاء الذاتي. قول لي اخبار زراعه القمح ايه السنه دي، وهل تاثرتوا شويه بازمه كورونا ولا لا؟ لا الحمد لله ما فيش ان شاء الله تاثر باي ازمه. الحمد لله المحصول بادي كويس وتمام، والفلاحين يعني بسم الله ما شاء الله على وعي جامد، والحمد لله يعني في الاصناف اللي هي مختاره من وزاره الزراعه الفلاحين متمسكين بيها، اللي هي بتجود في الوادي الجديد وفي منطقه الوجه القبلي. بس في مشكلة صغيرة بالنسبة عشان ما نعديش موضوع القمح، يعني الفلاح بيقوم بمجهوده وأكتر شوية، الجمعيات برضو بتقوم بمجهودها، والجهات الإدارية اللي هي مختصة بالجمعيات بتقوم بجهاتها. بس لكن احنا لينا طلب بالنسبة للجمعية المركزية والجمعيات المحلية، بنبعت برنامجنا للجمعية العامة، والجمعية العامة بتبعت البرنامج للشركات، والشركات وصلها الفلوس مقدما بالنسبة للأسمدة. تأخرت الأسمدة ما جاتش بالصورة الكافية للمحصول القمح، فاحنا يعني في توجيه صغير بس يوصل للوزير انه البرامج بتاعت الوادي الجديد وخصوصا عشان محصول القمح مشروع، يعني محصول استراتيجي، محصول يعني قومي، البلد يعني تهتم بيه أكثر من الفلاح نفسه. فدلوقتي النسبة اللي وصلت من الأسمدة للفلاحين وللجمعيات ما تكفيش انها تكفي شهر، والوعود ان بعد اسبوع بعد اثنين بعد ثلاثه، ده من اخر شهر 11 لحد النهارده ما وصلش يمكن حوالي 10% من نسبه الاسمده. طب ليه؟ كل ما نسال يقول الموضوع عند الشركات. فرجاء كده معلش مع الوزير حضرتك يبقى في توجيه للشركات انه المحصول القومي بتاع البلد ده اقتصادنا. خليني بس اقول لك حاجه عبد الرحمن، ان ده بيتم بالفعل، وانه معالي الوزير بيهتم او وزاره الزراعه كمان بتهتم بكل المحاصيل الاستراتيجيه في كل المحافظات مش بس في الوادي الجديد. مشكله الاسمده ممكن تكون مشكله، ولكن ده جزء لا يتجزا من حاجات كتير جدا جدا الوزاره بتهتم بيها. تمام. مع ان انا بقول لحضرتك ان الجمعيات التعاونيه بيبقى فيها تواجد للاسمده، لان احنا طبيعي بنحارب السوق السوداء. فاكيد رسالتك وصلت لمعالي الوزير، واكيد ان شاء الله هيكون في متابعه، وده بيتم بالفعل. ولكن اكيد زي ما حضرتك تفضلت واتكلمت، بتتكلم على شركات، بتتكلم انه في ازمات بتحصل مش ده بس في مصر، ده على مستوى العالم كله.
خليني بقى اسالك على موضوع الثروه الحيوانيه، وقد ايه الاهتمام الكبير مش بس من قبل حضراتكم كمزارعين، لا ده احنا من قبل الحكومه احنا بنهتم بالانتاج الحيواني والداجني. تمام. اخبار الدنيا عندكم ايه، وهل في مشاكل ولا لا؟ الحمد لله كان في مشاكل، وبرضه مع الوزاره ومع الطب البيطري الحمد لله يعني كان في بعض الامراض من حوالي شهر كده او شهر ونص، والحمد لله برضه مجهودات الدوله اهتمت بيها. المربين عندنا يمكن الانتاج الحيواني اللي عند المربين اكثر من 92 او 91% من الانتاج الحيواني عند المزارع. المزارع بيجتهد انه يكون عنده سلالات كويسه وتربيه كويسه وتغذيه كويسه، ولكن برضه ينقصنا في الموضوع ده هو الطب البيطري يوفر دكاتره اكتر، زائد برضه في بعض العلاج برضه بيبقى في نقص عند في الوحدات البيطريه، على اساس ما عنديش برضه ايه محلات او كده بتعوضنا عن الوحده البيطريه، زائد كنا بنطالب برضه وحده تلقيح صناعي في الوادي الجديد في الفرافره، خصوصا منطقه الفرافره. منطقه الفرافره منطقه بسم الله ما شاء الله يعني استثمار جديد ومساحات كبيره، والفلاحين بيحبوا يربوا يعني عدد رؤوس اكثر يعني. فيا ريت موضوع التلقيح الصناعي ده هو تهتم به الوزاره يعني. إيه انتوا حابين تركزوا عليه ليه تحديدا؟ عشان الناس برضو اللي مش متخصصه تفهم قوي. تمام. يعني ليه تحديدا التلقيح الصناعي؟ التلقيح الصناعي بيوفر مع يعني بتبقى بالنسبه عشان بيني وبين الدكتور بيبقى في حوالي 10 كيلو 15 كيلو، على اساس يجي يتابع معايا مثلا بعض الرؤوس بتاخد حوالي يمكن 5 شهور 6 شهور ما فاضيه، ما فيش يعني ايه عشر. انا عايزها يعني مثلا بعد المعدل القانون المعدل الصح بتاعها مثلا شهر او 40 يوم 45 يوم يبقى في ايه كده اهو. طيب خليني اروح معاك برضو لموضوع التعاون مع المزارعين في صيانه الابار والتعامل معاها، لان انتوا اكيد بتعتمدوا بدرجه كبيره جدا على الابار. تمام. هو في توجيه برضو من الوزاره دلوقتي بتطوير الري، واحنا نتمنى يعني احنا اشتكينا كتير على موضوع الري ده وقلنا الحلول يعني الحلول 1 2 3 بالنسبه في عندنا ابار صيانه فيها ضعيفه خالص او بمعنى اصح ما فيش معدومه خالص، زائد ان حصه الوقود بتاع الابار اللي هي شغاله كل يوم بتوصل ما بتكفيش الكميه اللي احنا بنروي بيها، زائد ان تطوير الري لو في الجنايه اللي هي الدرجه الاولى والدرجه الثانيه اللي هم يعني عين الدوله المفروض تبقى عليهم. لو جيت حسبتهم انا بالنسبه للوادي الجديد وبالنسبه لمنطقه الفرافره الدرجه الاولى والدرجه الثانيه التسرب بتاع الميه بتاعهم بياخد حوالي يمكن 45% او 40% من الميه نازله في الارض وفي في في المصارف. فليه الدوله يعني بسرعه كده هو تنمي موضوع تطوير الري بالنسبه للدرجه الاولى والدرجه الثانيه على اساس توصل الميه لما يبقاش فيها فاقد. فيا ريت المشروع بتاع تطوير الري ده يركز في الوادي الجديد، يعني هو بدا بس يعني نسبه ضعيفه خالص. طب ايه تاني اقتراحاتك؟ يعني انت حاجه بتقولي لا احنا اقترحنا اقتراحات لتطوير منظومه الري، يعني ايه تاني انت شايف ان ممكن يساعد فعلا المزارعين في الوادي الجديد عشان تتخلصوا يعني مش هقول لك تماما ولكن بدرجه كبيره من المشاكل؟ لا هو لو نسبه حضرتك مثلا 50% 60% ان الفاقد بتاع الميه ده يروح، انه الدوله مثلا تعمل لنا مواسير بدل الجنايات المفتوحه، تعمل تبطين كويس بدل الشغل الدبش بتاع القديم ده، هو ما بقاش في تسرب في الميه. انتوا عندكم ري غمر ولا تنقيط؟ ري غمر بالنسبه للاراضي القديمه كلها غمر، انما اللي هي الزراعات الحديثه اللي هي الشركات والاستثمار ده كله ري حديث. وانتوا عندكم استعداد كمان يعني يا حاج، لانه انا شايفه انه اهل الوادي الجديد دايما بيتابعوا ودايما حابين يطوروا حتى من منظومه الري، ان احنا بنتكلم ان احنا نحافظ على الميه، فاحنا دايما بنحارب فكره انه الري بالغمر لانه بيبقى فيه هدر كتير قوي. الفلاح واقع عندنا في الوادي الجديد يعني حتى بمقسم ارضه بيروي مثلا فدان وعايز يصفي من الفدان ده بيروي ربع فدان تاني منه فيه، فما بيحاولش يهدر الميه عشان كميته محدوده او ساعته محدوده، فمع الفلاح هو بيحافظ على ميته، بس الدوله لو ساعدته شويه بالنسبه لتنظيم الري وبالنسبه للدرجه الاولى والدرجه الثانيه هنوفر كتير ميه، ممكن الميه اللي هنوفرها نزرع بيها مكان تاني وتالت.
حلو. انا نفسي ان ده يتطبق فعلا، وانه اي نقطه ميه هنوفرها هتستفيدوا بيها. تمام. ايه تاني من المحاصيل اللي شايف ان انتوا لازم تهتموا بيها اكتر، وانه فعلا هي من المحاصيل الاساسيه غير القمح طبعا في الوادي الجديد؟ والله في يعني بعض المزارعين بيزرع بنجر سكر وبعض المحاصيل التانية، وفي تعاقدات مع مصانع الفيوم وكده بالنسبه للسكر. فبرضه الدوله احنا نفسنا برضه يعني مركز البحوث يبقى جنبينا هناك، ما يبقاش في المحافظه، او يبقى ليه فرع في الفرافره. الفرافره دي يعني فيها يعني تعتبر نص المساحات الزراعيه بالنسبه للوادي الجديد. فين مركز البحوث من الفرافره؟ مركز البحوث هيعمل لي في المكان نفسه، يعمل لي طفره كبيره، هيوعي الفلاحين يوميا او باستمرار، هيبقى في جنبيه المرشد الزراعي اللي هو في مركز البحوث. زائد انه في بعض الناس برضه بتسمد الزراعات اللي هي التقليديه ده هي بصوره عشوائيه. لما يكون في مركز بحوث وفي معمل مركزي للتربه وكده، هيقول لي تحط يوريا، تحط نترات، تحط كده، تحط كده. فاحنا بينقصنا مركز بحوث متخصص في الوادي الجديد. هو ما فيش في المحافظه، بس في الفرافره احنا بيننا وبين المحافظه 500 كيلو فمسافات. فنتمنى يبقى في الفرافره في مركز بحوث متخصص للحاجه دي. لا بس احنا بص يعني بص الكلام، يعني الحاج عبد الرحيم بيتكلم على الوعي، هو عايز مركز بحوث عشان يمشي على التعليمات، عشان يحافظ على سلامة المحصول، ما يبقاش فيه هدر في أي حاجة. فأنا بتمنى فعلا أنه يبقى فيه مركز بحوث عشان يقدر يخدمكم أكتر. وأكيد طبعا تواجد المرشد الزراعي دلوقتي عندكم يعني قليل. ما فيش للأسف. ما فيش أصلا. ما فيش للأسف. أنتوا بتتعاملوا بالخبرة. بيتعامل بالخبرة، أو بأنه بيجتهد مثلا على معلومة، على حد بيسأله كده بس. تمام. وانا عارفه ان حضرتك اصلا في الاساس مهندس زراعي. انا زراعي فلاح يعني. طيب انت شايف ايه اللي ممكن تنصح بيه المزارع انه يزود ارضه، خصوصا احنا دايما بنتكلم على فكره المبيدات، مش عارفه حضرتك بتتابعنا ولا لا، بس احنا بنتكلم على انه ما يتمش خلط المبيدات، وانه يتم اتباع تعليمات وزاره الزراعه تحديدا. تمام. وان انت لو بتتابعنا حتى على مصر الزراعيه، تمام، هتدركوا قد ايه مدى خطورة خلط المبيدات، وان المزارع ما يسمعش قوي من التاجر، لان تمام. التاجر بيبقى كل مصلحته ان هو يبيع وخلاص. تمام. هو الوعي في الوادي الجديد بالنسبة لموضوع المبيدات يعني يمكن اقل نسبة على مستوى الجمهورية في الوادي الجديد. يعني نسبة المبيدات دي اخر حاجة احنا ايه بنلجأ لها، وبنلجأ لحاجة يعني على استحياء، مش يعني حاجة اساسية نسبة المبيدات. فالحمد لله يعني حتى طعم الغلة بتاعتنا وطعم الفاكهة بتاعتنا وطعم الخضار بتاعنا يفرق عن اي مكان تاني. صحيح. في ريحته وفي طعمه وفي كل حاجة. الحمد لله يعني الوادي الجديد يعني نسبة ضعيفة خالص، ما بيلجأش ليها غير إذا كان مثلا واحد عنده كمية حشائش كبيرة أو مرض، والحمد لله يعني الجو مفتوح عندنا يعني أمراض قليلة إن شاء الله. فالنسبة يعني ضعيفة خالص. أنتوا الأمراض لسه كنت هتكلم معاك حاجة على الموضوع ده، الأمراض عندكم قد تكون قليلة خالص؟ تمام. الجو مفتوح الحمد لله، وجو يعني شمس كويسة وكده، وفي يعني اهتمام بالمزارع في موضوع الري، موضوع الرش، يعني حاجه مثلا ايه وقائيه مش حاجه كيماويه. انتوا بتعملوا نوع من انواع المكافحه الاستباقيه، يعني بتعملوا وقايه اكتر. تمام. بدل ما يبقى في حاجه تدفي الزرع، حاجه تزود النمو الخضري، حاجه كده حاجه كده، انما مبيد يعني قليل خالص في الفرافره الوادي الجديد. طب انتوا عندكم مزارع يعني مختصه بالتصدير، ولا ما فيش محاصيل بتطلع من عندكم بيتم تصديرها؟ لا، في مناطق الاستثماريه زي العوينات والدخله وسهل قرويين، في كلها بسم الله ما شاء الله يعني محاصيل البطاطس والفول السوداني والشعير وبعض المحاصيل التانية، يعني فيها كمية كبيرة في الصدير. هي. طيب بما انك بقى موجود معانا، انا عايزاك توصل صوتك وصوت كل المزارعين اللي في الوادي الجديد، وطبعا طلباتكم حضرتك عرضتها، ولكن ايه اللي بتأمله لمنطقة الوادي الجديد ان شاء الله، عشان احنا بنتكلم على محاصيل استراتيجية يعني. تمام. عشان نحقق اكتفاء ذاتي، واحنا طمعانين بصراحة ان انتوا تعملوا لنا اكتفاء ذاتي. احنا اكتر والله احنا حريصين كفلاحين ان يبقى في اكتفاء ذاتي بالنسبة رقم واحد لموضوع القمح. الدولة برضو تساعدنا شوية في التجاوي وفي مركز البحوث وفي تطوير الري بالنسبة للموضوع القمح. القمح دي شيء أساسي يعني يوميا احنا محتاجين القمح في كل في الصبح في الظهر في العشاء. صحيح. رغيف العيش ما بيخلاش من المائدة المصرية. ف
وبعض المحاصيل التانية اللي هي بتخدم مثلا هنزود مثلا في بنجر سكر عشان المحاصيل السكرية وكده هو. والأراضي عندنا بتجود بأي محصول ما شاء الله، بأي محصول يعني جربناه في الفرافرة في الوادي الجديد يعني بيجود بطريقة الحمد لله كويسة. ممكن تطبقوا من وجهة نظرك كده يا باشمهندس الزراعة التعاقدية ولا لا؟ نتمنى وطالبنا بها كتير الوزارة يعني هتبقى فيه فايدة من ناحيتين للأرض يعني فايدة لينا وفايدة للأرض وفايدة لمركز البحوث، انه بيعمل صنف عندي مثلا بالنسبة للقمح او الفول البلدي او الشعير او الذرة او اي حاجة بيعمل صنف عندي يعني يعتبر بيور بالنسبة على مساحتي على مستوى الجمهورية. نورتني يا حاج عبد الرحيم، شرفت بيك وعلى راسي وجودك والمشوار ده كله وعلى راسي كل اهل الوادي الجديد، ومن فضلك بلغ لهم التحيه بلساني وبلسان كل العاملين في قناه مصر الزراعيه، احنا دايما في خدمتكم. وبشكرك شكرا جزيلا الحاج عبد الرحيم احمد رئيس الجمعيه المركزيه الزراعيه بالوادي الجديد، شرفتني وكل سنه وانت طيب. وانتم طيبين، انا بشكرك وبشكر القناه وبشكر القائمين على القناه، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم دايما على خير باذن الله. ربنا يبارك فيك يا حاج ويبارك في كل اهلنا في الوادي الجديد، بحييكم وممتنه جدا لمجهوداتكم، على الرغم زي ما الحاج اتكلم وقال انه في بعد في المسافات ما فيش مرشد زراعي، لكن انتم مكملين وصامدين، وكمان بشكركم ممتنه جدا جدا ان انتم يعني تقريبا الزراعه عندكم اشبه بالاورجانيك، لانه الحاج كان بيتكلم انه انتم مش بتستخدموا المبيدات غير في الضروره القصوى، واتمنى ان الفكر ده يكون في كل المحافظات مش بس طبعا في منطقه الوادي الجديد. مشاهدينا لسه مكملين، فاصل قصير وعلى طول راجعين، استنونا.